مرحباً يا أصدقائي، اليوم سأروي لكم قصة شيقة عن سامي، الطفل الذي كان يحب الألعاب الإلكترونية كثيراً. عندما قضى كل وقته أمام الشاشة، دعونا نكتشف ذلك معاً. في يوم من الأيام، كان هناك ولد صغير اسمه سامي. كان سامي يحب الألعاب الإلكترونية كثيراً، يقضي ساعات طويلة في اللعب على جهازه، وينسى أن يلعب مع أصدقائه أو أن يخرج إلى الحديقة. في أحد الأيام جاء صديقه مازن لزيارته. حاول مازن أن يلعب مع سامي، لكنه كان منشغلاً في لعبته ولم يعطي أي اهتمام لمازن. شعر مازن بالحزن وقرر أن يعود إلى المنزل. في تلك الليلة حلم سامي بحلم غريب، رأى نفسه محبوساً داخل اللعبة التي كان يلعبها. كان وحيداً جداً ولا يوجد أحد ليلعب معه. حاول سامي الخروج من اللعبة لكنه لم يستطع. فجأة ظهر أمامه صديقه مازن وقال له: اللعب مع الأصدقاء أفضل من اللعب وحدك. استيقظ سامي من الحلم وفهم الرسالة. في اليوم التالي قرر سامي أن يلعب مع أصدقائه في الحديقة بدلاً من قضاء كل وقته أمام الألعاب الإلكترونية. وبهذا اكتشف سامي أن اللعب مع الأصدقاء يمنح سعادة أكبر بكثير من اللعب وحده. ومنذ ذلك اليوم أصبح سامي يقضي وقتاً ممتعاً مع أصدقائه ويستمتع بالألعاب الإلكترونية فقط بعد أن ينهي واجباته المدرسية ويخصص وقتاً للعب خارجاً. إنها مسألة تتعلق بالثقة بالنفس وبالثقة بشكل عام. تذكروا دائماً أن السعادة الحقيقية تأتي من اللحظات التي نقضيها مع الأصدقاء والعائلة، فهي لا تعوض. إذا أعجبتكم القصة فلا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لمزيد من القصص الممتعة. شكراً لكم.